السلام عليكم خوتي، غنوريكم هاد النهار اسم خدمنا اليوم الحد. هاو كسيري اللي كان حينا شو كاش ردينا، مبقاش هذاك تما خانز والقراقر ومسخ، ما كاش تمني والما مبقاش. هاو خدمنا هاكا، ممكن نديرو لا دالتو صوم، عندنا شي حبات هنا. هاو كالحيط، ها هو ها هو. وكاينه حل محسينه البارح ولات عند حميدي، عطاتو مليون الله يخلف عليها والله يرحم والديها وبارك الله فيها. ولات عند حميدي تسمى دوك حميدي، راه عنده 4 ملايين، والكراك راه عنده برا دروك، راه ماشي يدي 3 د الباليطات تسمى غادي ينقصو من الحساب. واشنو اخوتي دروك انا مزيرين، لا من الخدامين ولا من السلعه، عاونونا خلينا نكملوا الخدمه اللي رانا نخدموا حنا فيها. تبغوا تجوا لهنا تما تخلصوها، تبغوا تخلصوا حميدي دبروا يسانكم كاش حاجه. كاين اسماعيل طالب شاوش وداب نبي طالب ياك معروف جامعه ابن باديس، اللي يبغي يمدح شي امانه يعطيها له، ليه هو يخلص حميدي، هو يخلص الخدامين، هو يدبر راسو. هذاك ملي دخلنا لهاد المقبره وهو متهلي فيها وهو رافده، هذاك الراجل انا نثيق فيه، عطيولو ليه هو، ما كانش واحد اخر يزيد يقبض الدراهم ابار اسماعيل شاوش طالب، ما كانش واحد اخر يزيد يعبي الدراهم، عطيولو ليه. والله يخلف عليكم والله يرحم والديكم وبارك الله فيكم، الله يرحم والديكم. والمرة تاع البارح عطاتنا المليون دعاولة، وعاود مرة الزوجة دي مدت مليون الحميدي دعاولة، حق الله راهم يدعو لكم المحسنين، والله يرحم والديكم وتعاونوا معنا باش نرفدوا هاد المقبرة، على خاطر لقينا يد وحدة ما تصفقينا بذاتي، والله اللي عيس والله اللي عيس. ها هي الخدمة اللي خدمناها، ها هادي غادي يوصل إلى لهنا، ها هذا غادي نوصلوه إلى لهنا، هذا هنا التر ما يبقاش، ها هما القبور، ها غادي يولي الى لهنا. وهاو جبنا هاد الحيط، ها هو. واشنو دوك السلعه يا عندنا دوك، عاونونا والسلام. اللي بغى يمشي يخلص حميدي ولا اللي يجي يخلص الخدامين ما تسمحوش فينا، ولا راضي دوك بديناها نكملوها نضرمها بمواليها ما سابتش. هاو دوك واحد عيط لي في الميساج جام مهرن، قال لي كاش ندير باش نصيفط لكم، حتى هو منا من البلاد، الله يرحم والدي وبارك الله فيكم. وانا الفرنك دي يدخل نعاهدكم ونقول لكم عليه باللي هو دخل، ما نقولش مولاه شكون خليه مستور، بصح نقول لكم باللي بلاكي امانه دخل. كيما المره دي باح مدة الحميدي هو يطلع في التليفون قال جات واحده خلصت مليون، الله يرحم والديها وبارك الله فيها، واللي دار شي خير غيديروا في المقبره، الله يرحم والديها. ما تسمحوش فينا خوتي، ما تخيوناش بوحدنا بلاتيني والله العظيم، يعني والله لاني عياي والله، انا غير مانيش باغي نسمح، خاطر جي النهار ان شاء الله الناس معاهم هنا وتحاول تعملوا الشهدوا لي بالخير ان شاء الله. الله يرحم ويوسع عليهم، الله يرحم والديكم.